قالت السفارة الأمريكية في تركيا أنها ستواصل الضغط على أنقرة لاحترام حرية التعبير وتوفير محاكمات عادلة وضمان استقلال القضاء. وكانت السلطات التركية قد أصدرت قرارا باعتقال العشرات غالبيتهم من العسكريين بتهمة الانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله جولن الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016، والذي ترى المعارضة التركية أنه كان حركة مدبرة من قبل أردوغان لتصفية معارضيه من العسكريين والسياسيين ووسائل الإعلام.